ابحث عن شر وغنيه واتكل على الله. هذا بنشتري نفسك وبلاش الله. هذا من سكتي وحشه ما فيهاش كورنيش. وعندي كورنيش اعمل فيه ايه؟ الله اتكل على الله. يا عم انا عملت كده ليه؟ انا عامل جنبه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا سيدي انا كلمتك. هذا من سكتي وحشه كلها خواشين الله يخليك. ابو زينة تصوري ان انا بحبك من زمان يا ابو زينة. وانا كمان با بت ايه؟ با ها با با لا ما صار. يا دلع دلع يا دلع دلع يا دلع دلع. اتفقت انا وزوجتي ان نربي ابناءنا على الاخلاق والقيم لنقدمهم للمجتمع أبا عظيما وأما فاضلة، ولكننا اكتشفنا أن في مجتمعنا من يفسد ما زرعناه فيهم، وهؤلاء علي أن أربيهم أولا. كبر جبت جمهور أكثر من اللي عندي بكتير. انت بتشوف فانيس؟ حافظ شعار قصة فانيس؟ اه. طب تعرف تقوله؟ اه. طب بابا وليد ماما ومسا احنا ولاد فنرفع راسنا. يرطع الخلف وسنينه مرشي. فين فردك البيت يا انا؟ شكلك مش هيعمر معانا. ايه يا مرشي انت ناسي ان مراتك النهارده بقت نائب المدير العام؟ ما تجوزنيش جار يا حبيبي. وادور لك على داده وطباخ عناية. خروجي كل يوم وما ترجعيش الا وش الصبح. المسؤوليات اللي ورايا، الشركه، التدريس في الجامعه، جمعيه المراه المتوحشه، طب اعمل ايه؟ ايه الاسى تركيا ده؟ اقعد يا قول الاسم. عرف الشواف. السن 35 سنة. النوع 6 سلندر. وإن كان هاملت السليم العقل فلا. وإنني أعلن أمام الجميع بأنني أنبذ كل نية سوء في حقك، وأتقدم إلى نفسك الطيبة الكريمة لطلب الصفح عما لم يرضك مني. لقد أرضاني هذا الحديث إرضاء كاملا، ولم يعد بي أدنى حب إلى الانتقام. الصينيين القدماء لما حبوا يحصنوا بلدهم ويعيشوا في أمان بنوا سور الصين العظيم. اعتقدوا ان محدش هيقدر يتسلقه، لكن للأسف خلال 100 سنة الأولى بعد بناء سور الصين اتعرضت الصين لثلاث غزوات، وفي كل مرة العدو ما كانش محتاج يتسلق السور أو يقتحمه، لأن ببساطة كانوا يدفعوا رشوة للحارس ويخشوا من الباب، لأن الصينيين انشغلوا ببناء السور ونسيوا بناء الحارس. بناء البشر أهم من بناء الحجر، وإحنا للأسف مش بعيد قوي عن الصين، إحنا مش عارفين نبني أسرة. المفارقة بقى إن في بيوت فيها أسر، وفي أسر مش لاقية بيوت زي أهالينا في العشوائيات، وفي نفس الوقت في قصور جواها أسر مهدومة، حتى القصور فيها قصور. أصل المسألة مش مسألة فلوس ولا ماديات ولا مستوى تعليمي ولا اجتماعي. في مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة في 3 وسائل: هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوة. كي تهدم أسرة عليك بتغيير دور الأم، اجعلها تخجل بوصفها ربة منزل. وكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع، قلل من مكانته حتى يحتقره طلابه.
وكي تسقط القدوات عليك بالعلماء والمفكرين، اطعن فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمع ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة، فمن يربي النشأ على القيم؟ ازاي الحال بقى؟ مش ده بالنص اللي حصل عندنا فعلاً؟